الأداة دي مفيش حد بيخلو منها في الشغل في الإكسل، إذا كان حسابات، إذا كان مخزن، إذا كان أي حاجة، بتفرق جدا. أتمنى بس اللي سامعني بس يكتب لي بس إن هو سامعني أو أي حاجة، بحيث بس إن أنا أبقى عارف أنا بتكلم ولا النت قطع ولا إيه، فاهمين قصدي؟ بس كده. فالنهارده هشرح لكم خليها بس استنوا لحظة كده هوريكم حاجة كده كويسة جدا. بصوا كده، تعالوا نعمل شير سكرين على دي. بصوا يا جماعة، انتوا كده شايفين كويس؟ كده شايفين؟ طب حد بس يرد عليا بس، بحيث ان انا ابقى عارف ان في حد شايف. تمام. بصوا الشيت ده فيه اسم الموظفين، المسمى الوظيفي اذا كان محاسب او اداري او مهندس او قانوني او اذن، وراتب الموظف ورقم الموبايل. دلوقتي لما يجي اقول مثلا انا مثلا كصاحب شركه مثلا عايز اعرف كام محاسب كام اداري، والمحاسبين بياخدوا فلوس قد ايه، والاداريين بياخدوا فلوس قد ايه، وهكذا. في لو وقفنا في اي حاجه هنا في العمود ده، او في اي حاجه في الجدول ده، ودوسنا كلمه انسرت ودوسنا كلمه بيفت تيبل دي، ونخلي دي هنا كده تطلع نتيجه هنا كده. البيفت تيبل ده اختراع. بصوا كده، لما اجيب كده المسمى الوظيفي هنا كده واحط المسمى الوظيفي هنا كمان، بيقول لي ان في، انتوا ثواني بس نكبر الكتابه دي شويه عشان تبان اكتر اهي. بيقول لي ان في، بصوا كلمة إداري وإداري كلهم يعني من الآخر، الإداري ده 9 كده، وفي آذن 2، وفي قانوني 1، وفي مبرمج 2، وفي محاسب 4، وفي 19، وفي قصدي مهندس 1. لما نيجي نمشي كده عليهم كلهم هيجيب لي إن الرقم هنا 19، وهنا بالظبط ده 19. دي من ضمن التفاصيل البسيطة جدا اللي أنتوا تبقوا عايزين تعرفوا كام محاسب وكام إداري وهكذا. طب تعالوا مثلا نزود مثلا هنا راتب الموظف. بصوا نحطهم هنا كده، نحطها هنا كده. قال لي ان راتب المحاسبين مثلا 12665، المهندس 2400، القانوني في من الاذن قصدي في منهم 2 بياخدوا 5800. طب ايه اللي انا عملته ده؟ ده اسمه بيفت تيبل. بيفت تيبل ده جدول ديناميكي او محلل بيانات كده صغير بتقدروا تشغلوه. ده بيفرق جدا 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 في حياتكم في الشغل، ده بيلخص الدنيا كلها. يعني عندكم داتا صغيره، داتا كتيره اهي دلوقتي، فانتوا بتبقوا عايزين تلخصوا الدنيا. فدي التلخيص. عباره عن ايه البيفت تيبل؟ عباره عن الرو دي اللي هي الصفوف، ده اسمه رو، يعني اداري اللي هما بالجنب ده كده اسمه رو او صفوف. ده اسمه كولوم، كولوم دي اللي هي من اول هنا كده او كده او كده او كده، دي اسمها عمدان. الفاليو دي الناتج اللي انتوا عايزين تطلعوه. يعني لو شلنا الفاليو كده، بصوا هيبقى الشكل كده، مش هيبقى فيه اي حاجه. يعني لو حطينا مثلا هنا مثلا وليكن اسم المسمى الوظيفي ده هنا كده بقى بالافقي كده او بالطول زي كده، تمام، بس مفيش اي داتا. لكن لو جيتوا مثلا حطيت بقى راتب الموظف ده وحطيتوه هنا كده، بصوا اللي هيحصل. بص هي دي اللي فرقت. بس نعم، هنا بقى دي الراتب او دي الحاجات اللي فرقت. الفرقت اللي هي ايه؟ اللي هي المبرمج بياخد قد ايه، القانوني بياخد قد ايه. ممكن بقى تحطوا مثلا المسمى الوظيفي بدل ما يبقى في الكولوم، يعني بالطول كده تحطوه هنا مثلا كده، هنا كده يبقى بالمنظر ده كده. ده كده البيفت تيبل. طب الفلتر ده وظيفته ايه؟ الفلتر ده مثلا وليكن نحط هنا مثلا اسم الموظف هنا. بص ايه اللي هيحصل لما تيجي تدوس هنا على اسم الموظف، تلاقي لك كذا اسم موظف. ممكن بقى تعمل سيلكت وتختار مثلا اسم الموظف، مثلا اسمه احمد السيد ابراهيم. لو دوست اوكي ايه اللي حصل؟ بيقول لك ان احمد السيد ابراهيم ده، مثلا نحطها هنا كده، احمد السيد ابراهيم ده اداري وبياخد مرتبه كذا. طب تعالى نشوفه مثلا واحد تاني، مثلا واحد زي سليمان هشام سفيان ده. قال لك سليمان هشام ده محاسب ومرتبه كذا. فاهمين قصدي؟ حد فاهم ان انا عملت ايه ولا لا؟ الو،
انتوا معايا صح ولا ايه؟ تمام ماشي اوكي. فدلوقتي دي الحاجات الجميلة ان الواحد مشي فيها في حتة البيفت تيبل. طب تعالوا مثلا حاجة مثلا زي هنا ده، يعني جدول كبير شوية. ده جدول فيه ايه بقى؟ فيه كود الطلب، الطلب ده ليه كود، يعني طالبين كذا مثلا، او طالبين مثلا بيبقى ليه كود كده او سيريال نمبر. الوكيل اسمه الاهرام التجارية، الواجهة مصر رايح مصر، الكمية 837، احنا لسه ما نعرفش 837 دي ايه، النوع جيد جدا، تاريخ الشحن كذا، تكاليف الشحن كذا، تكاليف البضاعة كذا، التكلفة النهائية كذا، المسددة، كل ده. فاهمين قصدي؟ طب عايزين نطلع مثلا بتلخيص بقى، انتوا فاهمين قصدي؟ يعني عايزين مثلا نطلع، انا بس عايز اشوف بس الكتابة هنا. ماشي ماشي، شوفي شوفي يا جهاد، شوفي يا جهاد كده الكلام. انا عايزكم بس تكتبوا لي حتى كده في التعليقات، بحيث ان انا ابقى في الكومنتات قصدي، بحيث ان انا ابقى عارف الكلام اللي بيتقال، يعني او مثلا انتم متابعيني ولا ايه، فاهمين قصدي؟ دلوقتي في شوية تفاصيل حلوة جدا. يعني مثلا نفترض، مثلا نفترض ان من الجدول ده انا عايز اطلع ايه الانواع اللي جيد جدا، وايه الانواع، يعني ايه الانواع اللي بتتباع اكتر من التانية. هنروح جايين هنا كده، هنيجي نقف في اي حته في الجدول هنا كده، وهنروح دايسين كلمه انسيرت، وهنروح دايسين كلمه بيفت تيبل اللي فوق دي كده على الشمال، ونروح دايسين اوكي مثلا. اهي النوع اهو، فانا هختار النوع واحطه هنا، النوع اهو احطه في الرو، في الرو ليه؟ عشان ينزل تحت بعضه. تمام. النوع ده الطلب منه كميات قد ايه؟ تعالوا بقى نشوف بقى، نختار الكميه دي كده نحطها في الفاليو اللي هي الجمع. بيقول لك بقى ايه، بص بقى الحركه دي، لا لحظه لحظه عشان دوست غلط اهي. بصوا بيقول لك ان النوع الجيد الطلب منه 73000 قطعه، النوع الجيد جدا الطلب منه 77000 قطعه، النوع الممتاز الطلب منه 86000 قطعه. فطبعا الممتاز اعلى حاجه بتطلب، الجيد جدا تحتيه، بعد كده الجيد اللي بعديه. طب تعالى مثلا نشوف مثلا حاجه زي ايه، اكتر دوله هنا بتاخد كميات. تعالوا نروح جايين هنا انسرت، ونقف في اي حته في الجدول هنا كده، في اي حته، ونروح دايسين كلمه بيفت تيبل، ونحطها مثلا هنا كده. الواجهه اهي، والكميه اهي، ونعمل كده، نقف كده عليهم كده كلهم، ونعملها ايه اللي هي بالفصلة دي، بحيث ان انا ابقى عارف الكام كمية. تمام. بص بقى يا معلم، بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان دولة زي الامارات واخدة 17000 حتة، بس واحدة زي مصر واخدة 38000 قطعة. طب احنا عايزين نشوف من اعلى لاقل، هنروح دايسين كده كليك يمين، ونروح جايين كده كلمة سورت لارجست، اي من اعلى لاقل، ان مصر اكتر واجهة او اكتر دولة بتاخد كميات، بتاخد 38000 قطعة، وسوريا بعديها 36000 قطعة، والعراق 32000 قطعة، والسعودية 28000 قطعة. تمام. حد عنده افكار تانية هنا نقدر نطلع منها حاجة نلخص بيها الجدول ده؟ حد يقدر يقول لي اي حاجة اللي انا مثلا اقدر اطلع بيها تلخيص من الجدول ده؟ مثلا ايه اكتر وكيل هقول لك انا، يعني مثلا بيقول لك ايه، الوكيل بيودي مصر الكميه، النوع، تاريخ الشحن، تكاليف الشحن، تكاليف البضاعه. يبقى ايه اكتر وكيل، تكلفه البضاعه، تكاليف الشحن، المسدد، يعني التكلفه دي، تكاليف البضاعة، التسديد منها 10000، وما اعرفش ايه التكلفة النهائية بتبقى كذا، التكلفة المتبقية. ماشي بالظبط بالظبط، التكلفة المتبقية دي. يبقى نشوف ايه اكتر وكيل عليه فلوس. الشركة اللي احنا شغالين فيها دي اسمها شركة الاهلي للتجارية، ف ايه اكتر وكيل عليه تكلفة متبقية، يعني فاضل عليه فلوس. هنروح جايين هنا نقف في اي حتة في الجدول، وهنروح جايين كلمة insert بيفت تيبل،
وهنروح جايبينها هنا ونحطها هنا في الشيت ده كده اهو هنا كده، هنحط نحطها جنب بعض هنا كده اهي، ونروح قافلين دي كده، ونروح جايبين الوكيل ونحط هنا بقى التكاليف المتبقية، ونعمل هنا سورت من اعلى لاقل، ونروح جايبين هنا كده بالظبط اهي. دي جميلة اوي. بيقول لك ان شركة الشام التجارية فاضل عليها 93,000 جنيه، $1,000، وشركة الباز عليها 89,000، وشركة محمد بن سعلو 84,000، والقيروان 81,000، وخليفة، وهكذا لحد ما نوصل لسمير واخوانه للتجارة عليها 46,000 جنيه. يعني قصدي ايه؟ ان هنا الاهرام دي لو تلاحظوا الاهرام دي اهي عليها 1700، لو نزلنا شوية كده هنلاقي كلمة الاهرام تاني، يعني اهي الاهرام اهي اهي عليها 6000، وهنا عليها 1700، وهكذا. فهو بيجمع لك شركة الاهرام كلها، يعني الاهرام دي فين؟ الاهرام 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 اهي، بيجمع تكاليف الاهرام كلها ويقول لك. يعني انا مثلا لو صاحب شركة، انا مش عايز اخش في تفاصيل، انا عايز اعرف المجمل. فالمجمل هو ده المجمل اللي هو بيجي يقول لك ايه، ده عليه 68,000، 65,000، ده عليه مثلا 68,000، ده عليه 93,000، وهكذا. حد مثلا عنده فكرة تانية نقدر ندخل بيها ال مثلا ايه التفاصيل مثلا تانية؟ يعني مثلا هقول لك ايه تاني، ايه تاني، ايه تاني، تكلفة البضاعة، تاريخ الشحن، الواجهة، الكمية، كود الطلب. ماشي، احنا كده طلعنا يعتبر اغلبية الحاجات اللي بتبقى عليها تكاليف الشحن، وايه اكتر البلد اللي بتكلف شحن. ممكن يعني ممكن مثلا نشوف ايه اكتر الواجهات اللي بتتكلف شحن او تكلفة الشحن بتاعتها كتيرة. تعال نشوف، نعمل insert pivot table ونحطها هنا كده، نحطها هنا كده، ونحط الواجهة كده اللي هي الواجهة مصر، ونحط تكاليف الشحن اهي، نروح منزلين كده ونعملها هنا اهي. بيقول لك ايه بقى؟ ان سوريا اكتر تكاليف شحن كانت في سوريا، لان سوريا عملوا لها تكاليف شحن 30,000، ده على مدار السنة كلها. طب لو احنا مثلا حطينا الكمية جنبيها هيقول لك مثلا ايه، احنا عملنا شحن ب $30,000 بس الكمية 36,000، في حين ان احنا في مصر بعتنا $28,000 التكاليف، $28,000 بس بعتنا 38,000. يعني مصر بتاخد كميات اكتر بس تكاليف شحنها اقل، وهكذا. حد فاهم حاجة؟ الو الو، طب حد ناوي يسأل على حاجة؟ بصوا انا اعتبر انا كده خلصت البيفت تيبل. البيفت تيبل ده ما فيهوش حاجات معقدة كتير، هو بس فيه نعم. بصوا يا جماعة، هي الفكرة كلها تمام تمام يا هيم، هي الفكرة كلها في البيفت تيبل انكم تعرفوا تلخصوا الداتا اللي عليه. شايفين داتا اهي، داتا زي مجموعة الاهلي التجارية اللي احنا شغالين عليها دي. دي شركة كبيرة اسمها مجموعة الاهلي التجارية، وبتوزع للناس دي كلها، تمام؟ فاحنا لخصنا تفاصيلهم كلهم في الشويه دولت. يعني مثلا عرفنا انهي نوع جيد، انهي نوع قصدي منتج اللي بنشتغل، اللي بيتباع اكتر او بيتبعت اكتر، ايه الدوله اللي بتستهلك كميات اكتر، ايه الفلوس اللي على الوكاله. يعني مثلا شركه الشام دي احنا لينا عندهم، لو انا شركه الاهلي لينا عندهم $93,000. ايه الـ ايه الـ الـ البلدان اللي عليها تكاليف شحن كتيرة اهي، سوريا مثلا بتاخد كتير، وهكذا. بس كده يعني، فاهمين؟ لو حد عنده افكار تانية، بس يعني انا قصدي ان انت بتلخص الداتا، انتوا بتلخصوا الداتا اللي موجودة قدامكم دي، بتتلخص كلها ده في البيفت تيبل. تمام كده يا جماعة؟ بس فالموضوع كده بيبقى كويس جدا. بس كده انا خلصت البيفت تيبل، وبس لو حد عنده اسئلة يسألني وانا تحت امره. بس كده،
بس. فانا يعتبر كده خلصت البيفت تيبل، وانا كده كده بنزل فيديو المحاضرة ان شاء الله على اليوتيوب وخلاص على كده. ماشي يا جماعة، حد عنده اي سؤال؟ تمام ماشي، انا خلاص كده فارس، انا كده تمام قوي، انا كده خلصت المحاضرة دي. ربنا يخليك، شكرا جدا. ولو حد عايز يسأل اي حاجة في الاكسل، اي سؤال في الاكسل، يسألني على الجروب وانا تحت امره. شكرا جدا ليكم، واتمنى ما تنسوش تشوفوا الفيديو ده ان شاء الله على القناة. شكرا جدا ليكم، ومع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.